المنتخب الجزائري صحيح انه تعادل، لكن في النهايه الجزائر مطمئنه تماما في صداره المجموعه الخامسه اللي بيتقدمها المنتخب الجزائري برصيد 16 نقطه، غينيا الاستوائيه 8 نقاط، وتوجو 5 نقاط في المركز الثالث، ثم ليبيريا في المركز الرابع ب4 نقاط، وبالتالي كان التعادل مع غينيا الاستوائيه بدون اهداف غير مؤثر بالنسبه لسياق المنتخب الجزائري. ثم الفوز النهارده 5، والفوز على ليبيريا طبعا بال5 في الوقت الحالي. يعني ايه اهم النقط اللي ممكن نركز عليها في الجزائر في الوقت الحالي؟ شوف، انت تقدر تقول ان تصفيات كاس الامم الافريقيه دي كانت بالنسبه لفلاديمير بيتكوفيتش والمنتخب الجزائري خير فرصه استغلها فلاديمير بيتكوفيتش. راجل جرب طرق كتيره جدا، قلب طريقه اللعب كمان في مباراه غينيا الاستوائيه ومباراه ليبيريا 3-4-3 عشان يشوف الطريقه هتبقى عامله ازاي. صحيح كان في تذمر شويه من بعض الجماهير لان مباراه غينيا الاستوائيه كان الاداء الهجومي مش افضل شيء. غينيا الاستوائيه تحمل ذكرى سيئه مع المنتخب الجزائري في بطوله 2021 والخساره للمنتخب الجزائري بهدف استيبان اللي كان احد اهم اسباب حامل اللقب انه يخرج من البطوله، وكان المنتخب الجزائري لما وضع البطوله في الوقت ده بعد خساره من كوت ديفوار. ولكن النهارده لاول مره بتقام مباراه على ملعب حسين ايت احمد، ملعب تيزوزو، الملعب العالمي اللي انا بعتبر اي مباراه بتلعب عليه تحس باجواء خاصه جدا فيه. اولا بدأوا المباراه بتأبين الراحل رشيد مخلوفي وتأبين الراحل كمان حميد مراكشي رحمه الله عليه اللي توفى. وانت بتتفرج على المباراه صحيح تاخر المنتخب الجزائري بهدف، ولكن رغم التغييرات اللي طالت التشكيله عن مباراه غينيا الاستوائيه 7 تغييرات كامله، الا ان المنتخب الجزائري استغل الفرصه خير استغلال وقدر ان هو يسجل 5 اهداف. بس عايز اقول لك من المباراتين دي في بعض النقاط المهمه. يلا بينا. اولا كان في لاعب دايما مرمى النقد في المنتخب الجزائري وهو رامز زروقي. رامز زروقي بصراحه كان من افضل اللاعبين اللي على ارضيه الملعب اللي كانوا متواجدين في مباراه غينيا الاستوائيه، وبيبرهن ان هو واحد من اللعيبه اللي بدات تستفيد من الخبرات المتراكمه اللي عنده. يمكن انا فاكر حديث لاحد لاعبي بي اس في اندهوفن اللي هو داني كومنوفيتس، ده الراجل ده اتكلم عنه قبل كده وقال ان هو دايما بيتم تفظيعه بصوره سيئه في المنتخب الجزائري لان هو مش قاطع للكرات ويعرف يعمل ايصال الكوره ما بين الخطوط بشكل جيد. فدي كانت نقطه من النقاط المهمه. اوكيجا الراجل اللي قدم الى المنتخب الجزائري بعد غياب 3 سنوات من اخر مباراه لعبها هنا في مصر امام المنتخب الجيبوتي، اسكندر اوكيجا كان واحد من الموجودين في المباراه وانقذ مرماه من هدف محقق مع نهايه الشوط الاول. بل ان كمان عيسى مندي في مباراه النهارده في ليبيريا احتفل برقم تاريخي الاكثر لاعبا للمنتخب الجزائري بصوره مثاليه. ليه كمان انه احتفل؟ لانه سجل هدف في المباراه. اكثر لاعب لعبه منتخب الجزائر كسر الرقم بتاع هو كان متساوي قبل المباراه بتاعه النهارده مع اسلام سليماني، ثم اصبح 103 مباراه. لان كان عيسى مندي كان عنده مشكله، هو واحد من المدافعين من افضل المدافعين اللي انا شفتهم في اللي مع المنتخبات العربيه، ولكن كان عنده مشكله كبيره جدا في الدوري الاسباني في الاونه الاخيره قبل ان ينتقل للملاعب الفرنسيه. عدم المشاركه باستمراريه كانت مؤخره شويه، ولكن من ساعه ما بدا يلعب باستمراريه في الملاعب الفرنسيه وهو ما شاء الله رغم ان هو 33 سنه الا ان هو ماشي بشكل جيد. الطريقه اللي بيلعب بها دلوقتي فلاديمير بيتكوفيتش كمان مديه اريحيه اكتر لعيسى مندي انه يعرف يطلع بالكوره بشكل مميز جدا في وجود 2 كمان قلبي دفاع موجودين معاه. لو انت كمان بتتفرج على اللاعب اللي احنا اتكلمنا عنده امين شياخه، عجبني قوي في المؤتمر نقطه كانت ممكن تكون مفتقده عند بعض اللاعبين، واحد بيساله باللغه الفرنسيه قال له اهدر معايا بالعربيه ما تهدرش بالفرنسيه، رغم انه هو عايش في الدنمارك والطبيعي عايز يتكلم عربي ويبدو ان والده معوده على حاجه زي ديت. شارك في المباراه بتاعت غينيا الاستوائيه عشان ضمانه ان هو يشارك دوليا. في حاجات كتيره تقدر تطلع بيها من المباراه، ويمكن الجمهور الجزائري كمان اعتقد بالاداء النهارده وعوده رياض محرز قعد 12 مباراه ما بيسجلش، ودي كانت عامله له ازمه نفسيه كبيره خاصه حتى لما اضاع ركله الترجيح قبل كده. النهارده ان هو يعود للتسجيل بغداد بجناح يعود للتسجيل، امين جويري بياكد على قدرته التهديفيه مع المنتخب، يوسف عطال رغم ان هو بعيد شويه عن التنافسيه ولكنه يعني نوعا ما اجاد النهارده، حجام كمان الراجل اللي لعب في مركز الجناح الايسر. كل ما بسال حافظ مين المرشح الاول لكاس الامم اللي جاي، يعني كل ما بيفتح الجزائر هي المرشح الاول لمواجهه المغرب. نقاش معايا اي نسخه قبل يعني اي نسخه بنتكلم فيها على الجزائر تقول هو المرشح الاول لمواجهه المغرب؟ هو واحد من الفرق المميزه بلا شك المنتخب الجزائري، خصوصا ان البطوله في شمال افريقيا. بس هو المغرب مرشح فوق العاده، الجزائر اكيد هيبقى ليها وجود. منتخبات جنوب الصحراء بتعيش فتره سلبيه في رايي، غانا خرجت، نيجيريا اقواهم بس دايما انت عارف نيجيريا عندها اضطرابات، الكاميرون وقع قوي، كوت ديفوار كسبت كاس الامم اللي فاتت لكن ما اعتقدش انها مرشح بارز للمنافسه على النسخه الجايه. انا شايف ان حظوظ مصر والمغرب والجزائر ممكن يكونوا
كبار شويه في البطوله جايه مع السنغال، والمرشح المفاجئ بالنسبه لي وان كان الكلام ده سابق الاوان الكونغو الديمقراطيه، انا شايف انها مع دوسابر ماشيه كويس جدا في التصفيات رغم هزيمتها امبارح من غينيا، لكن منتخب ممتاز جدا وقدم بطوله كويسه في المره اللي فاتت. مصر كمان فوق العاده منتخب انا شايف ان هو ابرز يعني اخطر من الجزائر في النسخه الجايه في رايي الشخصي. يعني مصر مرشحه قدام المغرب في النسخه الجايه من وجهه نظرك؟ احد ابرز القوه يعني، احد ابرز احنا لما بنقول مرشح مش بنقول مرشح للفوز باللقب، هو مرشح للوجود في المربع الذهبي مبدئيا كويس. وبعدين نشوف هيحصل ايه. تاكيد المنتخب المغربي بحكم مستواه بحكم البطوله على ارضه هو مرشح بارز اكثر للتتويج باللقب كمان كويس. ده شيء طبيعي، لكن هل مؤكد هيفوز بيه؟ بالتاكيد ما نقدرش نلزم بده. انا ملاحظتي الوحيده على المنتخب الجزائري انه بيستقبل عاده اهداف بشكل مبكر، النهارده استقبل هدف مبكر ضد ليبيريا، استقبل هدف ضد توجو في تصفيات كاس العالم، استقبل هدف ايضا مبكر ضد اوغندا، لكن يحسب لي القيام برده الفعل، يعني بيستقبل هدف لكن سجل 5 اهداف. ما زلت عندي تحفظات شديده على رياض محرز وبغداد بنجاح، انا شايف انه المنتخب محتاج يتحرر اكتر من اللعيبه المتقدمه في السن اللي هي مش بتقدم اضافه كبيره للمنتخب الجزائري، انا مصر على كده. ورياض كمان اداؤه مع الاهلي جده انا شايف انه اداء متوسط جدا، عجبني النهارده جدا عموره في الهدف الرابع عمل مجهود اكتر من رائع، وكوفئ بالهدف الخامس بعد كده اللي هو سجله، انا شايف ان هو من ابرز اللعيبه اللي موجوده في المنتخب الجزائري في الفتره طيب. الحاليه انا لازم اعدي على موريتانيا وعلى جزر القمر، تعالوا نشوف المجموعات الاول عشان نعرف الحسبه ماشيه ازاي بالنسبه لكلا المنتخبين. يعني هدف ممتاز الحقيقه من موريتانيا، كان مفاجاه الاسبوع الحقيقه في الجوله الماضيه. موريتانيا من حيث المجموعه وترتيب المجموعه، اولا الحظوظ تبدو صعبة جدا، يعني موريتانيا 4 نقاط، بوتسوانا 7 نقاط، التنافس طبعا كان 1-1، المباراة اللي انتهت بالتعادل بين المنتخبين، وبالتالي محتاجة تكسب في سيناريو صعب بعض الشيء تواجه كاب فيردي المرة المواجهة اللي جاية، واحنا بنواجه بوتسوانا على الورق موجودة الحسابات موجودة جدا، هي هو لا حديث في نواكشوط وموريتانيا الايام دي يلعب منتخب مصر مباراه يعني منتخب مصر انتظار هديه من المنتخب، لدرجه انه انا شخصيا قلقان ان هم ممكن الهديه تيجي من منتخب مصر، لكن انت ما تحققش المطلوب، ما تعملش الواجب اللي عليك وهو الفوز على منتخب الراس الاخضر. عايزين نشير الى انه الراس الاخضر فقدت كل املها بالمناسبه. ليه؟ لانها خسرت من بوتسوانا ذهابا وايابا، فنتيجه المواجهات المباشره تخرجها تماما من الحسابات. فدي قد تكون ميزه بالنسبه لمنتخب موريتانيا انه بيلاعب راس الاخضر، اللي هو بالمناسبه راس الاخضر اطاحت بموريتانيا من كاس الامم الافريقيه اللي فاتت. موريتانيا باختصار شديد محتاجه تكسب على راس الاخضر وتنتظر هديه من مصر ان مصر تفوز على منتخب بوتسوانا علشان موريتانيا تتاهل لكاس الامم الافريقيه للمره الرابعه على التوالي. هي دي 4 مشاركات في تاريخها. هنا قدامنا نتائج منتخب موريتانيا منذ تمديد التعاقد مع أمير عبدو المنتخب شكرا. القمري شكرا أو المدرب القمري لمنتخب موريتانيا. واضح جدا تراجع النتائج، خسارة من السودان في نواكشوط، خسارة من السنغال في نواكشوط، دي عادية. فوز على بوتسوانا، الفوز الوحيد كان على بوتسوانا، ثم التعادل مع بوتسوانا، بعد كده كله خسائر. ده بيخلي حظوظ أمير عبدو في الاستمرار على رأس القيادة الفنية لمنتخب موريتانيا على فكرة مش كبيرة. حتى لو تأهل إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة قد تحدث مفاجأة بالنسبة لكل المتابعين أنه قد لا يستمر على رأس القيادة الفنية للمنتخب. عندي بعض الأخبار من موريتانيا بتقول أنه مدرب منتخب الشباب الإسباني لوبيز جراي مرشح فوق العادة لخلافة أمير عبدو كمدرب لمنتخب موريتانيا. ده يبقى صح؟ حتى لو ده يبقى صح؟ تخيل في رأيي أنا بشوف أمير عبدو مدرب ممتاز الحقيقة بنتائجه مع منتخب جزر القمر في 2021، لكن فعلا في علامة استفهام كبيرة جدا على أداء المنتخب الموريتاني في المباريات الأخيرة، مش بس في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لكن كمان في تصفيات كأس العالم اللي كنت منتظر منهم أداء أحسن بكتير، خصوصا بعد ما مدد التعاقد. أنا حسيت إنه في فترة من الفترات هو بيفكر إنه ياخد خطوة تانية، ثم استمر. فالانفصال قد يكون أفضل للطرفين، دي قد يكون أفضل يعني. قد يكون أفضل للطرفين طيب. فعلا. جزر القمر بمفاجأة ضخمة جدا الحقيقة، إنها تاني مجموعة بعد المنتخب التونسي مقدورها إنها تاخد الصدارة إن صح التعبير. تونس 10 نقاط، جزر القمر 9 نقاط، جامبيا 5 نقاط، مدغشقر نقطتين، وجزر القمر فازت على جامبيا بره دكتور عادل بهدفين مقابل هدف،
وبالتالي الانجاز كبير حتى الان وممكن يبقى اكبر كمان المرحله اللي جايه. الحقيقه الفريق من جزر القمر واحد من المنتخبات اللي عودتنا الفتره الاخيره انها بتبقى حاضره بقوه، يمكن ادائهم المفاجئ في بطوله كاس الامم الافريقيه 2021 وخاصه المباراه البطوليه اللي لعبوها امام الكاميرون في دور ال 16 بعد الحالات اللي حصلت لحراس المرمى وان لعيب مدافع يلعب هو يبقى حارس مرمى ويبقوا ند قوي للمنتخب الكاميروني، وادائهم كمان في تصفيات كاس العالم فازوا على غانا. يعني المباراه اللي فازوا فيها على غانا ده يدللك ان المنتخب ده يستحق فعلا التاهل. يمكن مدغشقر اللي كانت بدات انها تظهر كقوه، مش هقول قوه كبيره ولكن على الاقل هنقول قوه متوسطه في افريقيا في كاس الامم الافريقيه 2019 كانت منقامه هنا في مصر وكانوا خصم قوي امام كل المنتخبات اللي تواجهوا معاها، تراجعوا شويتين ثلاثه، ولكن جزر القمر انا شايف ان تاهلهم مع المنتخب التونسي امر منطقي جدا من خلال مجموعه كانت معقده نسبيا بسبب اداء المنتخب التونسي ما كانش افضل شيء مع جمهور كبير كمان. يا حافظ ممكن اقول معلومه صغيره ان جزر القمر في التصفيات دي فازت على تونس. أنا ممكن اقول معلومه ثانيه في رادس بعد ما خلصوا معلومه الاولانيه قول انت المعلومه الثانيه. فاز على تونس في رادس وانها واحدة قد يغيب عن البعض ده انها واحدة من الدول العربية، دولة عضوة في جماعة الدول العربية طبعا، وعدد كبير من سكانها من اصول يمنية وعمانية بالمناسبة ده من قرون سابقة يعني، فهي دولة ناطقة باللغة الفرنسية اساسا بسبب الاستعمار، ثم اللغة العربية ايضا حاضرة بقوة في المجتمع القمري كمان. زي ما بقول لك حقيقة نتائج ممتازة، مش بس فوز على تونس في رادس، الفوز على جامبيا في بركان كانت المباراة اعتقد، والإطاحة بغانا من كاس الامم الافريقيه 2021، والفوز على غانا في تصفيات كاس العالم على فكره هي متصدره مجموعتها في تصفيات كاس العالم. اوكي معلومتك يا فندم. بص بقى انا في حاجه كانت شغلاني، وقال معلومه جامده نعلي بقى. انا بقى في حاجه كانت شغلاني جدا في حياتي من ساعه ما بدات جزر القمر دخلت في جامعه الدول العربيه ثم بدات تظهر قرويه، هل هي جزر القمر ولا جزر القمر؟ تمشي الاثنين، انا عايز اقطع الشك باليقين، ما تمشي الاثنين وخلاص. على اليوتيوب وكتبت جزر القمر ورئيس دوله لقيت له بيتكلم بالعربيه قال جزر القمر. احنا بقى اللي قعدنا فتره كلنا نقول جزر القمر. معلش ما يجراش حاجه، انا ما اعرفش هي كانت شغلاني، انا حبيت اقولها. ماشي انا اعتقد ان انا ميال، هو الاثنين صح بالمناسبه. بالظبط الاثنين صح، ما انا بقول كده يعني غلط ابدا يعني. الاثنين مش غلط ابدا بس انا شخصيا بنطقها جزر القمر مش القمر. مش فاهم ليه القمر عامه، وساعات بحس انها جايه من الانجليزيه كوموروس اكتر، متاثره اكتر بالانجليزيه، لكن جزر القمر عادي خالص يعني. طيب منتخب السودان صعب الامور الحقيقه على نفسه بعد مواجهه النيجر والخساره اللي كانت قاسيه ومفاجاه الاثنين مع بعض، لان اداء السودان قبلها سواء تصفيات امم افريقيا او كاس عالم لم يبشر بهذه الهزيمه الثقيله. السودان دلوقتي تاني المجموعة وراء أنجولا 13 نقطة لأنجولا، 7 نقاط للسودان، النيجر بقت 4 نقاط وغانا 3 نقاط، دي المجموعة، وبالتالي السودان في انتظار الجولة الأخيرة من أجل الصعود التاريخي. اللحظة. شوف أنت لو نرجع لآخر مرة اتكلمنا فيها عن المنتخب السوداني قلت لك أنا متخوف من مواجهة النيجر. ليه؟ لأن المباراة الأولى اللي كانت في ملعب شيخ أبيديا في موريتانيا ما كانتش تبشر قوي إن في فوارق في القوة كبير، بل بالعكس تألق محمد مصطفى اللي غاب عن المباراة وعلي بو 20 كان هو حارس المرمى خلى أبقى على نتيجة الفوز بهدف مقابل لا شيء، وهنا كنت متخوف لأن كمان كان في أمور إصابات بالجملة، غيابات بسبب الانذارات، غياب ولي الدين خضر بوجبا واحد من اهم اللاعبين، محمد المصطفى واحد من اهم اللاعبين، رحله السفر اللي اتعملت لتنزانيا وكان المفروض يروحوا يلعبوا في المغرب وبعدين اتاخر الامر او تغير الامر الى لومي عاصمه توجو، كل دي امور ما كانتش كانت مقلقه الواحد، مع ان كمان انت لما بتقرب من الحلم الاول ان هو يتحقق ان انت تروح لكاس الامم الافريقيه دي ممكن تخلي في بعض من الرعونه. في البعض حمل علي بو 20 الخساره برباعيه، ولكن انا مش عايز احمله لوحده، لان لو انت بتتفرج على المباراه ككل اغلب لعيبه السودان ما كانتش في حالتهم البدنيه ولا الذهنيه تماما، بل ان كمان انت بتتواجه مع مدرب هو قاد قبل كده المنتخب السوداني وهو بدو الزكي، فيعلم كل كبيره وصغيره. علي بو 20 طبعا من وراه محمد المصطفى اللي كان غاب عن المباراه بسبب تراكم الانذارات، محمد مصطفى طبعا واحد من الحراس المميزين جدا، حارس مرمى عزام يونايتد حاليا، فانا مش عايز احمل الامر ليه علي بو 20، لان المنتخب السوداني ككل كواسي ابيا نفسه اللي احنا اشدنا بيه كتير جدا كان غائب تماما في المباراه، وكانت اخطاء دفاعيه بالجمله جزء منها علي بو 20، ولكن ليس كل الاخطاء يتحملها لوحده، خساره ممكن تقول عليها قرصه ودن من اجل القادم، ان لازم التركيز في المباراه القادمه من اجل التاهل. محتاج نقطه، انت محتاج نقطه واحده
نقطة واحدة فقط لغير أمام المنتخب الأنجولي أو عدم فوز أو عدم فوز النيجر يعني على أنجولا تأهلت أنجولا تأهلت وغانا بقى في مفاجأة يعني. كبيرة جدا ما بتحققش أي فوز وبتغادر التصفيات في مفاجأة كبيرة جدا في مجموعة المنتخب السوداني. طيب أخيرا عايز تقول حاجة؟ أنا عندي ملاحظة صغيرة جدا. التركة اللي اتعملت في مباراة النيجر والسودان إيه؟ هو نقل المباراة من المغرب إلى توجو. النيجر الطبيعي انها بتلعب في المغرب فهم اتعبوا السودانيين ودوهم للومي يغيروا اتجاه الرحله خلوها اصعب خلوها شقه اكتر فبالتالي هو هنا لعب على جزئيه الاول لوجستيه دي نقطه. النقطه الثانيه بادو الزاكي اللي دكتور عادل اشار ليها يحسب ليه تماما التركيز على التمريرات القطريه في المباراه دي وراء الظهير الايسر للمنتخب السوداني واستغلال بطء المنتخب السوداني في هذه المباراه على احسن ما يكون وعندهم لعيب كويس جدا اسمه دانييل سوزا في منتخب النيجر كان حاسم جدا في هذه المباراه واتعب جدا المنتخب السوداني بيلعب في الدوري الاوكراني بيلعب في الدوري الاوكراني بالظبط عارف لما يكون عندك نجم كبير يعني لعيبه السودان سيطرت على اندري ايو في ماتش غانا لكن النجم الكبير سهل تسيطر عليه سهل تتوقع تحركاته لكن سوزا ده ما كانش حد متوقع كان يكون مفاجئ. بهذه السرعة صحيح. وهذه الحركية طيب أخيرا لازم نعدي على المنتخب المصري مش هنتكلم على المنتخب الكبير لكن هتكلم على وجود فجوة بعض الشيء ما بين قوة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية رقميا وتاريخيا وعن وجود تاريخ لا يشبه كثيرا المنتخب الأول بالنسبة لمنتخبات الناشئين ومنتخبات الشباب في كرة القدم المصرية. الجاب ده هو جاب طبيعي بدعوى ان المنتخبات الصغيره تؤهل لعيب او اثنين او ثلاثه او اربعه للمنتخب الكبير فده الهدف الرئيسي ولا غير منطقي لانه الفجوه اكبر من اللازم؟ انا عندي مشكله بصراحه بتكلم بصراحه شديده يعني في وقتنا القليل الفاضل انه احنا دايما بنتعامل مع المنتخبات الشباب منتخب يعني النهارده بعد ما تعادل منتخب مصر تحت 20 سنه مع الجزائر تعليقات كتيره جدا على السوشيال ميديا سرحوا اللعيبه. انا فعلا بتضايق جدا من اللعيبه هم الحلقه الاضعف في هذه المنظومه دي مشكله كبيره جدا. ثم الناس بتهاجم برضو اتحاد الكره الحالي اللي هو انتهت مدته يعني على اختياراته سواء للمدربين فترات الاعلان على تكوين المنتخب لكن لما تراجع نتائج منتخب مصر في البطولات الافريقيه على مستوى تحت 20 سنه وتحت 17 سنه في اخر 15 سنه هتلاقي ان المنتخب ما بيحققش نجاحات كبيره. اخر انجاز اتحقق كان منتخب مصر اللي كان مع الكابتن ربيع ياسين البطوله اللي كانت في الجزائر 2013 وقتها كان صالح جمعه تريزيجيه من ضمن اللعيبه اللي موجوده في المنتخب وربيعه واسامي كتير ده سجل المنتخبات الاكثر تتويجا بكاس افريقيا تحت 20 سنه. نيجيريا 7 مرات غانا 4 مصر 4 اخرهم 2013 المغرب عندها مره واحده لقب الجزائر عندها مره واحده لقب وكان سنه كام سنه 79 اسماء اللي تحت كلها عندها مره لقب كاميرون مالي زامبيا انغولا الكونغو دي النقطه. النقطه الثانيه هي ان منتخب مصر صحيح احنا بنتكلم كتير على منتخب المغرب وعلى ما يحدث في المغرب حاليا من تطور لكن ليس بالضروره ان ناخذ النموذج المغربي كقدوه لينا لان احنا ممكن نبص على النموذج المصري في حد ذاته لان الارقام اللي فاتت بتقول ان منتخب مصر اكثر تتويجا من المغرب والجزائر على مستوى بطولات الناشئين. عندنا نموذج صلاح ومرموش لازم ندرسه كويس قوي لازم في اتحاد الكوره عندنا دراسه ليه صلاح نجح ليه غيره فشل ليه مرموش نجح مع انه من بيئه مختلفه عن البيئه اللي نشا فيها صلاح. محمد صلاح وده واضح جدا ازاي بنكون اللاعبين الناشئين. والنقطه الاهم واللي انت بتتكلم فيها دايما وكتير هو الطريق للعوده للقمه على مستوى منتخبات الناشئين حاجتين زياده قاعده الممارسه وتطوير المدربين. وفي رايي الشخصي لازم المدرب اللي شغال في اسوان واللي شغال في المحله واللي شغال في اسكندريه واللي شغال في مطروح وفي سيناء لازم يكون متفرغ للتدريب فقط ويكون معاه شهادات ده بقى الحلقه عشان يساعد.